son didanlar, kamerat Yusuf Öfşin. اسلامينك اكيد ويدوسانيدك بلا ما طولع فلا ولايات مثلا نروح هنسلت اللي من ناسيونال الجيريا. دونك حنا اليوم اخواني مترشح الافافاش هو مترشح القدره الشرائيه لتحسين القدره الشرائيه للجزائريات والجزائريين، هو مترشح الامل وإنا وتلمس الكثره. جبنا مشروع طموح، مشروع متكامل، مشروع لإعادة بناء الجزائر وتكريس النهضة في كل المجالات، المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي والمجال الثقافي. هذه النهضة ما نقدروش نبنيوها بدون مشاركتكم، بدون تعبئتكم، بدون تجندكم. واليوم قصدنا ناس البويرة الشرفاء، اليوم قصدنا ناس البويرة الأوفياء لدم الشهداء، اليوم قصدنا ناس البويرة الأحرار باش يساندونا ويكونوا سند لنا إن شاء الله باش نجسدوا هذا المشروع على أرض الواقع. هذا المشروع يتمركز على المتطلبات الشعبية، هذا المشروع يتمركز على رؤية استباقية واستشرافية لبناء مؤسسات البلاد. هذا المشروع يقترح إجراءات فعلية وعملية للنهوض بالبلاد في كافة المجالات. اليوم أخواتي إخواني، وإحنا في هذا الصرح، وإحنا اليوم في هذا المقام، وإحنا اليوم في هذا المكان الذي يخلد نضالات وتضحيات شهداء الثورة التحريرية، نستذكر ونستحضر وإياكم تجند وتضحية الشباب وخيرة شباب هذا الوطن للاستقلال الوطني. اليوم شبابنا لازم ياخذ الأمور بالجدية اللازمة، لازم ياخذ الأمور بالواقعية اللازمة ويتجند باش يفرض التغيير. ناخذ التزام أمامكم وفي هذا الصرح التاريخي بأننا سوف نعمل المستحيل لتحسين الظروف المعيشية للمواطن. اقترحنا الكثير من الإجراءات، نرفع من الأجور إلى 4 ملايين سنتيم، نأسسوا الأجر شامل لزوج ملايين سنتيم يستفيد منه الناس اللي ما تخدمش، الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء الماكثات بالبيت والطلبة نتاعنا. احنا قلنا رايحين ننتهجوا سياسة لتسقيف الأسعار وسياسة لتجميد الأسعار إن اقتضت الضرورة ذلك، باش الأسعار خاصة في ما يخص المواد الواسعة الاستهلاك تكون في متناول الجميع.